الملمح الثاني من ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج البناء العقائدي وفقا لمنظومه ايام الله والتي اشار اليها الكتاب الكريم في سوره ابراهيم انها الايه الخامسه بعد البسمله ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور لا اريد ان اقف طويلا عند الايه الكريمه انما الفت انظاركم الى ان عقائد الانبياء والتي حرفت حرفتها اممهم كانت مبنيه على منظومه ايام الله ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. ايام الله في تفسير العتره الطاهره ايام الله ثلاثه. يوم القائم ويوم الرجعه ويوم القيامه وهذه هي عقيده المعاد عقيده المعاد بيوم القيامه فقط هذه عقيده سقيفه بني ساعده وعقيده سقيفه بني طوسي عقيده المعاد في دين العتره الطاهره هي العقيدة بالايام الثلاثة بيوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وذكرهم بايام الله ايام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى حينما تتحدثون عن عقيدة المعاد ويكون الكلام عن القيامة الكبرى هذه عقيدة مبتورة، هذه عقيدة بترية، ومن هنا فإن المنهج الطوسي منهج بتري، الطوسيون في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية السوداء والبيضاء بتروا دين العترة. ومن جمله ما بتروا بتروا عقيده المعاد فجعلوا المعاد مرتبطا بيوم القيامه فقط عقيده المعاد ترتبط بايام الله وايام الله ثلاثه يوم القائم ويوم الرجعه ويوم القيامه الكبرى في الايه الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون هذه الايه لن تكون واضحة من دون الرجوع الى تفسير العترة الطاهرة قل للذين امنوا ماذا يفعلون يغفر للذين لا يرجون ايام الله من هم هؤلاء الذين لا يرجون ايام الله انهم الذين يجهلون عقيده المعاد يجهلون ان عقيده المعاد تبنى على منظومه الايام الثلاثه قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ماذا نقرأ في تفسير القمي هذا هو تفسير القمي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ستميه واربعه وثلاثين بسنده بسند القمي علي بن ابراهيم رضوان الله تعالى عليه عن داود بن كثير عن امامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله امامنا الصادق يبين لنا معنى الايه قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا بمعرفه محمد وال محمد ان يغفروا للذين لا يعلمون كيف يغفرون لهم فاذا عرفوهم فقد غفروا لهم قل للذين امنوا وهم الذين قد تمسكوا بمعارف العتره الطاهره والموا بها قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله الذين لا يرجون ايام الله الذين لا علم لهم بالعقيده الصحيحه هذا هو القران وهذه أحاديث العترة الطاهرة. ما جئتكم بشيء من عندي. قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق عمائمكم السوداء والبيضاء. هذا دين العترة الطاهرة وهذا المنطق جلي وواضح وبين. فهذا البرنامج اتحدث عن برنامجنا في هذا الشهر الشريف عن بانوراما الظهور المهدوي المنهج الذي سيتبع فيه هو المنهج اليماني الزهرائي وهذه ملامح هذا المنهج الملمح الاول الفهم العميق الملمح الثاني البناء العقائدي في عقيده المعاد وفقا لمنظومه ايام الله وايام الله يوم القائم ويوم الرجعه ويوم القيامه الكبرى قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله امامنا صادق يقول قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا ان يغفروا للذين لا يعلمون فاذا عرفوهم فقد غفروا لهم الملمح الثالث من ملامح المنهج المتبع في هذا البرنامج قاعده الاماني وهي القاعده التي يجب علينا ان نتعامل معها في فهم احاديث الغيبه والظهور هذا الكلام واضح في ثقافه العتره الطاهره أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى ايران صفحة 506 إنه الحديث السادس عشر عن علي بن يقطين قال قلت لابي الحسن موسى لامامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي وما روي في اعاديكم قد صح مراده من ان الاحاديث التي وردت عن ان العباسيين سيحكمون حكموا ومن ان الائمه صلوات الله عليهم سيقومون بالامر لم يتحقق هذا المعنى فقال امامنا الكاظم ان الذي خرج في اعدائنا كان من الحق فكان كما قيل وانتم عللتم بالاماني فخرج اليكم كما خرج المراد من هذه القاعده من ان احاديث الغيبه والظهور نسجت وفقا لبرنامج يمكن ان تفسر تلك الاحاديث وان تفهم على سبيل الاحتمال في كل مقطع زماني تعيشه الشيعه لماذا؟ لان الائمه يعلمون متى سيكون ظهور امام زماننا. وهناك قرون وقرون. فلا بد من وجود قاعده نفسيه تربويه لاجل ان لا تقسو القلوب ان يطول على الشيعه الامد وطال على الشيعه الامد وقست القلوب. ولكن هناك في الشيعة من سار مع قاعدة الأماني وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج الروايات واضحة وصريحة بهذا المضمون وهناك رواية بنفس هذا الاتجاه في غيبة النعماني اشير الى موطنها فانني لا اجد وقتا كافيا لقراءتها غيبة النعماني النعماني المتوفى سنه 360 للهجره وهذه طبعه انوار الهدى انها الطبعه الاولى قم المقدسه صفحه ثلاثمئه وخمسه انه الحديث الرابع عشر عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه مع تفصيل في الرواية التي هي مروية عن علي بن يقطين قاعدة الأمان قاعدة أساسية وضرورية جدا في فهم احاديث الغيبه والظهور نذهب الى فاصل